شهاب، في رأيك أفضل تشكيلة لو أنت هتحط تشكيلة الأفضل في 2023 تبدأ بمين؟ يمكن أربعة منهم كانت اختارتهم سمر بداية غالبا مع... الأربعة اللي اختارتهم سمر كلنا مش هنختلف عليهم. يعني الأربعة اللي هي جابتهم بصراحة يمكن أربعة من أبرز اللعيبة اللي كانت موجودة في 2023 سواء في النادي الأهلي أو في أنديتهم. لو بصينا على التشكيل هتلاقي محمد الشناوي هو يعتبر اللاعب رقم واحد في مركزه في مصر على مدار آخر خمس ست سنين، لعيب ما بيختلفش أداؤه في وسط الانتقادات في وسط كل المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها. اصلا انت في واحد انت اصلا بسم الله الرحمن الرحيم قلت انا خدت الاسماء لقيتها سمر وواحد منهم طيرت هو علي معلول. علي معلول بسم الله الرحمن الرحيم. محمد شكري بصراحه انا شايفه واحد من اللعيبه اللي تطورت في الموسم اللي مع نهايه الموسم الماضي ومع الموسم الحالي في نادي سيراميكا، واصبح من اللعيبه اللي مطلوبه بشكل كبير في انديه القمه. الناس كتير بتتكلم انه عودته للنادي الاهلي. اسالك سؤال، لو حتى هتتخيله ليه مارس الكره ما كانش مقتنع بمحمد شكري في اول الموسم وما خلاهوش يبقى موجود في النادي الاهلي؟ هي فرصته اللي لسه ناقص عند محمد شكري. انا مش شايفه ناقصه حاجه يعني على المستوى الفني هو مش ناقصه حاجه، بس ممكن قناعات اللاعب نفسه ان هو حاسس بقدراته وحاسس ان هو عنده كتير انه يلعب بشكل اساسي، ما شافش نفسه انه يكون موجود على دكه النادي الاهلي، ويمكن ده واحد من الاسباب اللي سمحت ليه ان هو يخرج في ميركاتو الصيف. هدولنا شباب التشكيل تاني عشان انت فاهمني. لكن الوضع الحالي شكري واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في المركز ده ما يقلش حاجه عن علي معلول، لكن انا بكلمك على حجم التطور اللي فيه شكري مع نادي سيراميكا على مستوى الصناعه على مستوى التسجيل. لعيب بيديك حلول بشكل كبير حتى في الكرات الثابته بيقدم مستوى مميز. شايف واحد يستحق ان يكون موجود في تشكيل 2023 في الدوري المصري انه يقدم مستوى مميز ممتاز مع نادي سيراميكا. محمد عبد المنعم طبعا لا خلاف المركز ده يعني محجوز باسم محمد عبد المنعم في اخر سنتين، واللعيب الافضل داخل القاره في مركز المدافع. ياسر ابراهيم لعيب بعتبر واحد من ارجل اللعيبه اللي جم في تاريخ الكره المصريه، لعيب وقت ما بتحتاجه بتلاقيه موجود بشكل جيد، بيأدي معاك في اصعب الظروف في وسط ماتشات كتير ممكن تكون صعبه على النادي الاهلي تلاقيه بيظهر وبيأدي بشكل جيد. حتى مع منتخب مصر لما لجأ ليه كروش في ماتش السنغال هناك في داكار ظهر بشكل جيد رغم ان المنتخب ساعتها ودع تصفيات المونديال، لكن لعيب راجل تقدر ان انت تستند عليه. معلش انا بحترم جدا اللعيب كوره يبقى عنده رجوله وقوي وعنده روح والكلام ده كله، بس الطبيعي اللعيبه كلها رجاله واللعيبه كلها المفروض يبقى عندها روح. اكيد ياسر الفتره الاخيره دي كلها واحد من افضل لاعبي النادي الاهلي وربما كمان يتفوق على محمد عبد المنعم في المركز ده في المباريات الاخيره، بس ليه ياسر ما عندوش نفس الثبات في المستوى بتاع محمد عبد المنعم؟ اللي ناقص ياسر ابراهيم اللي ناقص ياسر حاجات كتير، يعني منها كانت حته ان هو كانت اصابات اللي بتلحق بيه في بعض الماتشات، يمكن حته الاستمراريه في الملعب كانت بتخلي ياسر انه يبعد فتره وبعد كده يرجع تاني، ويمكن هتلاقي حتى الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي مفيش ثبات في خط الظهر بشكل كبير. هتلاقي عبد المنعم هو عنصر اساسي وبيبدل معاه ياسر ربيعه يا ياسر، وقبلها كان محمود متولي بالظبط. فهتلاقي العمليه دي فيها تغيير كتير والسبب فيها الاصابات اللي بيتعرض لها ياسر، وكان اخيرا طبعا الاصابه اللي اتعرض ليها في السوبر يمكن دي اللي بتاكد الكلام احنا بنقول عليه انه ما عندوش ثبات في الحته دي بسبب الاصابات اللي بيتعرض ليها من وقت لاخر. الرابع انت اخترت عمر كمال عبد الله. عمر كمال هو نفس اللعيب واحد من ابرز اللعيبه اللي موجوده ناحيه اليمين، عنده خيارات كتير بيديها للمدرب سواء في الانطلاقات الهجوميه بتاعته حتى على المستوى الدفاعي بيأدي بشكل جيد مع منتخب مصر ومع نادي مودرن فيوتشر. ولكن هسالك سؤال مهم، لو عمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني مين يلعب اساسي منتخب مصر؟ حسب الخصم اللي هلعبه. يعني انا بالنسبه لي الاثنين اصلا انا هقول عمر حسبتها اصلا انا بالنسبه لي حسب نسمع بقى شهاب هيقول لنا ليه عمر وليه محمد هاني. حسب الخصم، لو انا هلاعب خصم مع الكواليتي اللعيبه اللي عنده اقل كتير من منتخب مصر والتحولات الهجوميه اللي موجوده في الفرقه مش احسن حاجه، استغل عمر كمال انه يبقى موجود معايا في التشكيله اضغط بيه في النواحي الهجوميه بشكل كبير، خاصه ان انا عارف ان هلاعب خصم مش هيأذيني في عمليه التحولات الهجوميه. طب لو بلعب خصم كبير عنده قدرات هجوميه جيده ويقدر ان هو يأذي منتخب مصر على المستوى الدفاعي بالتحولات الهجوميه السريعه، لا انا افضل محمد هاني اللي بقى عنده خبرات كبيره في الناحيه الدفاعيه داخل منتخب مصر وداخل النادي الاهلي، وشفناه بيتالق في كاس العالم للانديه ومرورا بكاس السوبر وفي احسن حالاته في الوقت الحالي. باقي التشكيل مروان عطيه طبعا لا خلاف اللعيب النموذج لاي مدرب انه يلجا ليه، شفنا كلام بيتوري على مروان عطيه عمل ازاي، شفنا الادوار اللي بيقوم بيها مروان مع النادي الاهلي كانت عامله ازاي في كاس العالم للانديه وكاس السوبر. ماتش مودرن فيوتشر لو مروان عطيه مش موجود داخل تشكيله النادي الاهلي، النادي الاهلي كان ممكن يخسر المباراه على الرغم الخلاف الاختلاف اللي كان ما بين اداء النادي الاهلي لحد الدقيقه 60 او الدقيقه 65 لحد ما استقبل الهدف الاول، وبعد كده مروان عطيه كان عنصر مؤثر بشكل كبير ويستحق ان يكون واحد من اللعيبه اللي موجوده في تشكيل العام ل 2023.
امام عاشور. امام عاشور طبعا بروفايل مختلف، اللعيب اللي دايما هو موجود في الملعب انت مطمن كمدرب وكجمهور وككل حاجه انه عنده القدرات البدنيه والمهاريه انه يقدر يوصل. هل انت اخترت امام عاشور بشكل عام ولا شايف ان امام عاشور في 2023 كان كويس؟ كان كويس 2023 بالنسبه لامام عاشور كان ما كانتش كتير، ما كانش عدد تجربه احتراف غير ناجحه بالظبط. وغير كده انت بتتكلم في اخر اربع شهور تاثيره وحجم تاثيره والنجاحات اللي مع النادي الاهلي كانت كبيره، فيستحق على الاساس ده انه يكون موجود، لان المكان ده بالذات من الاماكن القليله اللي موجوده داخل الدوري المصري وداخل الكره المصريه، مش اللعيبه اللي موجوده فيها مش احسن حاجه، فامام هو بروفايل مختلف، اللعيب اللي بيلعب النموذج بوكس تو بوكس، اللعيب اللي دايما بيدي الافضليه للمدرب ان انا في حد اخر دقيقه في المباراه اقدر انا اوصلك للجون واقدر انا اساهم بالجون، وده شفناه في المباراه الاخيره. وليد الكارتي لعيب مختلف في كل شيء، يعني لعيب عقل مدبر للفريق داخل الملعب، انا بعتبره مدير فني داخل الملعب، بشوف ان هو مصدوم كتير داخل منظومه بيراميدز، ما بيقدرش يظهر قدراته. اللعيب ده لو موجود في انديه جماهيريه او في نادي جماهيري كان هيروح في حته تانية طبعا، خاصه طبعا انت عارف الظهير الجماهيري بيفرق كتير مع اللعيبه، بيبرز امكانيات اللعيبه، لما تشوف لعيب يعمل مباراه جيده بجمهور بيرفعه في احسن حته. والدليل فرجاني ساسي واشرف بن شرقي وعلي معلول لعيبه شمال افريقيا الاتحاد دي يعني الكارت بصراحه ما يقلش عنهم بشكل كبير. الهجوم خط الهجوم طبعا منهم اثنين اختارتهم سمر، وطبعا ما فيش خلاف عليهم، احمد سيد زيزو ومبلولو. حسين الشحات طبعا قدم موسم ممتاز مع النادي الاهلي في على المستوى الافريقي وعلى مستوى الدوري في الموسم الماضي، حتى على مستوى الموسم الحالي بيقدم بشكل جيد. طيب.